تفصيل أكثر ينضم إلينا عبر سكايب من ريف إدلب مراسلنا هناك حازم الشامي. أهلا بك حازم معنا. بداية، ما هي الصورة الحالية في المناطق المستهدفة من القصف، وهل ما زالت الغارات مستمرة أيضا؟ نعم، مساء الخير، تحياتي لك زميلتي سلام. حقيقة لربما أن الطيران الروسي تابع منذ قليل عملياته العسكرية بقصف الأحياء السكنية في ريف إدلب الجنوبي. طبعا تركز القصف على أطراف قرية ترملة بالإضافة إلى بعض القرى المتواجدة في ريف إدلب الجنوبي. طبعا لربما أنها سياسة أرض محروقة تستخدم في تلك المنطقة من قبل الطائرات الروسية في هذه الآونة. طبعا كان لدينا ضحايا في الأمس سقطوا في جسر الشغور والقرى التي تحيط في مدينة جسر الشغور نتيجة القصف من قبل الطائرات الروسية في الصواريخ الارتجاجية. أيضا محيط معبر النعمان وخان شيخون كانت تتعرض للقصف من قبل قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. طبعا منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظات لا يوجد منطقة في ريف إدلب الجنوبي إلا وكانت تستهدف إما بقصف مدفعي أو حتى يعني من قبل الطائرات الروسية. الطائرات الروسية غادرت مساء أمس أجواء المنطقة لتعود صباح اليوم وتقصف طبعا الأحياء السكنية في قرية ترملة وأيضا البساتين التي تحيط في هذه المنطقة. بالمقابل يعني لربما حتى هذه اللحظة يوجد العديد من الإصابات بين صفوف المدنيين. لم يتم توثيق أي سقوط للضحايا خلال القصف المتواصل على منطقة ترملة وأيضا يعني على محيط مدينة جسر الشغور ومعرة النعمان وحتى يعني مدينة نعم، خاشق. هذا فيما يتعلق بنتائج القصف، لكن هناك أيضا اشتباكات بين هيئة تحرير الشام الإرهابية وقوات النظام خلفت قتلى وجرحى. ما جديد تلك الاشتباكات، وهل كان هناك خسائر بين المدنيين أيضا في هذه الاشتباكات؟ طبعا زميلتي سلام، لربما ان الفصائل العامله والفصائل المسلحه العامله في ريف حماه بعد ان استهدفت مساء امس يعني مواقع قوات النظام في منطقه الاسكندريه، حاولت قوات النظام التقدم طبعا في العديد من المحاور. دارت الاشتباكات في ريف حماه في النقاط التي تقع في ريف حلب طبعا مع نقاط قوات النظام. الى هذه اللحظات طبعا هيئه تحرير الشام تدعي انها قامت بالهجوم على نقاط التابعه لقوات النظام، على نقاط عسكرية طبعا ردا على القصف المستمر. قوات النظام طبعا تصرح بوجود ضحايا لدى هيئة تحرير الشام خلال الهجوم الذي باء بالفشل، لكن إلى هذه اللحظات طبعا لا يوجد أي مصدر عسكري نستطيع أن نقول بأنه موثوق لتوثيق ما حدث على الأرض بين الطرفين. لكن نحن نؤكد أن هناك اشتباكات كانت تدور على جميع محاور ريف حما وأيضا على محاور ريف حلب في النقاط التي تتواجد بها هيئة تحرير الشام. فيما يتعلق بالريف الحموي، ماذا عن تحركات جيش العزة في تلك المناطق؟ قيل أنه رفع بعض السواتر بحسب المرصد السوري شمال مدينة خان شيخون وتوعد الدوريات الروسية. هل لديك من تفاصيل أكثر في هذا الموضوع أيضا؟ طبعا بالنسبه لفصيل جيش العزه التابع للفصائل المسلحه في ريف حماه، طبعا الى هذه اللحظه لربما ان جيش العزه هو الفصيل الوحيد الذي لربما يسعى في مبادرات لتسيير هذه الدوريات التي ان كانت طبعا التركيه او ان كانت يعني الروسيه طبعا في المنطقه. لربما يعني جيش العزه يحاول السيطره على الوضع بدخول القوات الروسيه والتركيه. الكل يعلم القوات الروسيه اذا تواجدت طبعا في المنطقه سوف يكون هناك انخفاض بشكل كبير لمستوى القصف او التصعيد على ريفي حماه وايضا ادلب. طبعا فصيل جيش العزه لربما الفصيل الوحيد الذي بالفعل يؤيد دخول هذه القوات لتسيير الدوريات. الى هذه اللحظات طبعا فصيل جيش العزه سوف يكون مرافق لهذه الدوريات في ريف حماه، لكن في ريف ادلب لربما القوات التركيه هي من سترافق هؤلاء طبعا الدوريات التي سوف تسير. أشكرك جزيل الشكر مراسل اليوم حازم الشامي، حدثنا مباشرة من ريف